بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن أشهر مضاد حيوي وهو زيثروسين. زيثروسين هو العلاج العدوى البكتيرية. زيثروسين هو مضاد حيوي ينتمي لمجموعة أدوية المضاد الحيوي المعروفة باسم الماكروليدات، تستخدم في علاج العدوى البكتيرية والكائنات الدقيقة. الأطباء يستخدمون دواء زيثروسين في علاج التهاب الجهاز التنفسي، التهاب الأذن، أمراض الجهاز التنفسي. يعتبر مضاد حيوي سريع فعال قوي، يستخدم ضد الالتهابات وعدوى الميكروبات التي تحدث بين الفيروسات في الرئة والبلعوم. المادة الفعالة في زيثروسين هي كل كورس من أقراص زيثروسين يحتوي على أزيثروميسين معروفة بقدرتها الفعالة في القضاء على العدوى البكتيرية التي تتسبب في الالتهابات. هذه المادة توقف نمو البروتينات التي تتغذى عليها الجراثيم وميكروبات في الجسم، وبالتالي تقضي على عدد كبير من الميكروبات والبكتيريا. طبعا المادة الفعالة أزيثروميسين بتركيز 100 ميلي جرام لكل 5 ميلي بتركيز 500 ميلي جرام. الشكل الدوائي هو عبوة تحتوي على ثلاث كبسولات فقط. دواء الاستعمال، يستعمل دواء زيثروسين مضاد حيوي في علاج الأمراض الرئوية الخفيفة والمتوسطة. أيضا دواء زيثروسين يستعمل لعلاج القرحة التناسلية المعروفة بالقرحة اللينة. زيثروسين يعالج بعض أنواع عدوى الجهاز التنفسي المكتسبة كالتهاب الشعب الهوائية والتهاب الرئوي الفصي. زيثروسين يعالج التهاب عنق الرحم عند النساء والجهاز التناسلي والتهاب الحوض. زيثروسين يعالج الأمراض الجلدية الخفيفة أو القضاء على البكتيريا التي تصيب الجلد. زيثروسين يعالج التهاب الأذن الوسطى والجيوب الأنفية. زيثروسين يعالج التهاب البلعوم واللوزتين عند الأطفال. زيثروسين يعالج الخراج الناتج عن العدوى البكتيرية والدمامل. زيثروسين يعتبر دواء واقي من الإصابة بالحمى وروماتيزم القلب. جرعة دواء زيثروسين، جرعة دواء زيثروسين طبعا للأطفال 10 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل. بالنسبة للطفل الرضيع غير مسموح باستخدام الدواء للأطفال أقل من 45 كيلو جرام. للأطفال أقل من 45، لا يجب استخدامه للأطفال الرضع أقل من 6 شهور. الأطفال الأقل من 6 شهور يقوم الطبيب بتحديد الجرعة المناسبة لهم. جرعة دواء زيثروسين زيثروسين للبالغين يتم تناول كبسولة واحدة بتركيز 500 ميلي جرام في اليوم. في حالة التهاب الجيوب الأنفية أو الإصابة بمرض الكلاميديا يتم أخذ جرعة بمعدل 1 جرام في اليوم، ويستمر العلاج 3 أيام على الأقل. بالنسبة لجرعة دواء زيثروسين قبل الأكل أم بعد الأكل، طبعا يتم تناول الجرعة قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين أو 3، لأن الطعام يقلل من مفعول زيثروسين. ما موانع استعمال زيثروسين؟ يمنع استعمال زيثروسين للأشخاص المصابين بالحساسية تجاه زيثروسين أو المواد المكونة لها. لا يستخدم زيثروسين مع مركبات الألموتيون أو المغنيسيوم. لا يتم وصف الدواء لمن يعاني من مشاكل في الكبد
يلزم عمل رسم قلب قبل استخدام الدواء، حيث أنه يتسبب في زيادة ضربات القلب بصورة مؤقتة. لا يتم وصف الدواء لمن يعاني من قصور في الكلى أو الكبد. تحذيرات واحتياطات قبل تناول دواء زيسروسين. يلزم الفصل بين الأدوية التي تحتوي على مضادات الحموضة ودواء زيسروسين، يعني ما ينفعش الاثنين يتاخدوا مع بعض. يجب فصل على الأقل بينهم بساعتين أو ثلاثة. أيضا يجب أن يتم عمل رسم قلب قبل استخدام دواء زيسروسين، حيث أنه محتمل أن يزيد اضطرابات في ضربات القلب بصورة مؤقتة. بالنسبة للسيدة الحامل، دواء زيسروسين من أدوية المضادات الحيوية الآمنة على المرأة الحامل، ولكن يجب أن يتم استعمال الدواء تحت إشراف الطبيب ولتحديد الجرعة المناسبة. بالنسبة للسيدة التي ترضع، يمكن أن يتم استخدام دواء زيسروسين أثناء الرضاعة الطبيعية، ولكن يتم هذا تحت إشراف الطبيب. بالنسبة لدواء زيسروسين والتهاب البلعوم، يمكن أن يصاب بالتهاب البكتيريا نتيجة عدوى بكتيرية، حيث أن المادة الموجودة في الدواء تستخدم في علاج العدوى بجرعات تختلف حسب وزن المصاب ولفترة لا تقل عن 5 أيام. استخدام زيسروسين وعنق الرحم. يستخدم دواء زيسروسين لعلاج التهاب عنق الرحم، وخاصة عند المرأة الغير حامل، وتكون المادة الفعالة الموجودة فيه زيسروسين أكبر من باقي المضادات الحيوية تأثيرا. زيسروسين والتهاب الإحليل. التهاب الإحليل اللي هو التهاب مجرى البول أو عدوى تصيب الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة إلى خارج الجسم. زيسروسين والتهاب الجهاز التنفسي. بعض الأطباء يعتمد كلي على دواء زيسروسين في علاج التهاب الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية. بالنسبة لدواء زيسروسين وكورونا، يعتبر دواء زيسروسين من أشهر أدوية المضاد الحيوي التي تعالج الالتهابات البكتيرية، الالتهابات الناتجة عن البكتيريا. أما الالتهابات الناتجة عن العدوى الفيروسية مثل نزلة البرد أو الإنفلونزا، فلا يستخدم في علاجها أي مضاد حيوي. بالنسبة للزيسروسين والأسنان، يصف بعض الأطباء دواء زيسروسين لعلاج التهاب اللثة والعدوى البكتيرية التي تصيب الفم والأسنان. بالنسبة لزيسروسين واللوزتين، بعض الأطباء يعتبر دواء زيسروسين من أفضل المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج التهاب اللوزتين الناتج عن العدوى البكتيرية. لو كملنا كلام عن زيسروسين، فإن زيسروسين الاسم العلمي أو المادة الفعالة فيه هي أزيثروميسين. يحتوي دواء زيسروسين على المادة الفعالة أزيثروميسين، وهو مضاد حيوي من مجموعة الماكرولايد. بالنسبة لتصنيفه، هو مضاد للجراثيم. استخداماته أو دواعي استعماله: التهاب الأذن الوسطى، التهاب البلعوم، التهاب اللوزتين، عدوى الجهاز التنفسي العلوي اللي هو إيه العلوي اللي هو القصبة الهوائية والأنف والبلعوم، عدوى الجلد وأنواعه وأجزاء الجلد المختلفة، بعض أنواع ذات الرئة، مرض الحوض الالتهابي، التهاب الإحليل المنقول جنسيا، التهاب عنق الرحم المنقول جنسيا، الانسداد الرئوي المزمن، التهاب الجيوب الحاد البكتيري، ايضا التهاب البلعوم. يصاب البلعوم بالتهاب بكتيري بسبب عدوى بكتيرية، ويستخدم زيسروسين او ازيثروميسين لعلاج هذه العدوى بجرعات تختلف حسب وزن المصاب، ويستمر العلاج لمدة 5 أيام. بالنسبة للحمل، لم تظهر دراسات على بتأثيره على الجنين،
وبالنسبة للرضاعة لم تظهر دراسات بالنسبة لتأثيره على الرضيع. يوصى بعدم التزامن زيسروسين مع الأدوية الآتية: أموكسيلين، دوكساسيكلين، أسبرين، زيت السمك، أمبيرازول، فيتامين ب 12، فيتامين ج، وارفارين، فيتامين د. الأشكال الدوائية لزيسروسين: يوجد معلق شراب 100 ميلي جرام لكل 5 ميلي، وكبسولات 500 ميلي جرام، كبسولات 500 ميلي جرام. لو كملنا كلام عن زيسروسين، ينتمي لعائلة مضاد عائلة مضادات الحيوية المعروفة باسم الماكروليدات. تستخدم علاج العدوى البكتيرية والكائنات الدقيقة الأخرى. استخدمه الأطباء في علاج التهاب الجهاز التنفسي وبعض أمراض الجهاز الهضمي. يستخدم لعلاج الأمراض الرئوية الخفيفة والمتوسطة، قرحة التناسلية المعروفة باسم القرحة اللينة، عدوى الجهاز التناسلي، التهاب عنق الرحم، مرض التهاب الحوضي. يدخل في علاج العدوى الجلدية غير متفاقمة، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الجيوب الأذن الوسطى، القضاء على البكتيريا التي تصيب الجلد، علاج العدوى البكتيرية الناتجة عن العلاقات الجنسية. للأطفال يستخدم لعلاج التهاب البلعوم والتهاب اللوزتين. يستخدم لعلاج الدمامل والخراريج الناتجة عن العدوى البكتيرية. دواء واقي في لمنع الإصابة بالحمى الروماتيزمية أو روماتيزم القلب. طبعا قلنا يتم تناول زيسروسين قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين. بالنسبة للحامل والمرضع، قلنا هو من الأدوية الآمنة على السيدة الحامل وعلى الجنين في بطنها. الأسنان قلنا بعض يصف بعض الأطباء للأسنان واللسة، واللوزتين من أفضل أدوية المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج التهاب اللوزتين. بالنسبة لآخر حاجة نتكلم فيها، سعر دواء زيسروسين: زجاجة شراب زيسروسين سعرها 23.5 جنيه مصري، كبسولات بتركيز 500 ميلي جرام، سعر العلبة 32.5 جنيه مصري. وفي نهاية الفيديو أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم، والرجاء الضغط لايك إذا أعجبك الفيديو وتشير الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.